أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة
تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيك فتكون تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا سحر مبين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ أيدتك بروح القدس إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم علمتك الكتاب والحكمة
والتوراة والإنجيل. والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. تبقى تشيل الفراغات يا حاج لانك انت بتنزلها على الفيديوهات. اهلا اهلا قال الحواريون إذ قال الحواريون إذ قال الحواريون إذ قال Oh
الله الأول. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا من السماء تكون لنا عيدا صدق الله العظيم.
قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني مرسلك عليكم قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك صدق الله العظيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي
الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك قال سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت له إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. صدق الله العظيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي سبحانك وإذ قال الله صدق الله العظيم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم
ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله أن يعبدوا الله ربي وربكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه صدق الله العظيم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليك صدق الله العظيم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنت على كل شيء شهيد فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
فإنهم عباد. صدق الله العظيم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. هو الذي خلقكم من طين قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. هكذا خط الإيمان والإسلام. كنا نستمع القرآن الكريم بفضل الأستاذ القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور. حضر في الساده المعازين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.